الريش خصيص حتى اخذكم يمنا. والله دولنا على كويتي سعودي جي يمنا اليوم والله. والله ما اخذنا جو. طيبكم حبيبي شكرا. والحسين شو اليوم يمني؟ ما تقصر. بس الليل وين تروح انت بس الليل؟ والله نتمشى اي ناخذنا فرق. الطيارة مو خابلوت على يمنا اليوم. والله ما تقصر. والله ابد والله الا اليوم يمني. يلا والله ما تقصر. والحسين جاي خصوص ابو هناك تروح تجيب لنا واحد من الغريب يجي. حبيبي والله مشوي انا شو هالكذا ما يرضى يروح شو السالفة؟ والله نعم. والحسين انتم طابوين بالبصرة اهل الخير والكرم والله ما ترحون. والله ونعم الاهل. تناغم تليفونكم تجون يمي اليوم. خلاص ان شاء الله بس خلينا ناخذ لنا فرق. شلون اطلع انا بعد ما تجي انت كلكم اجي ناخذكم فرق بعد ما تجي لا تعطيني رقم اكو روح. والله العظيم والله زحمة. ان شاء الله نجري. وانا اطيح بيكم انا غير تخابرني متكمل. كرنيش البصرة. يعطيني رقمك. ماكو مكان لو كرنيش البصرة. اعطيني رقمك. تلقانا ان شاء الله. ما القاكم والله لا. والله العظيم تلقانا ويانا اليوم. بالعباس. بس اليوم تعشوا. يعطيني رقمك ما القاك. اعطيني رقمك. والله ما القاكم ترى. خلاص والله لازم نطير. اعطيني رقمك. يعني. تسلم اي والله تفضلوا يعني حبيبي اي والله تفضلوا يعني يرحم والديك انا اشوف بس عمر الشاط حبيبي والله ما تقصر والله ما تقصر اي والله والله ونعم من اهل البصره كل حل يديكم حبيبي اشكرك رب الكعبه احلى اجواء بالعالم متواجده حاليا في عرس مجو عرس هذا عرس اقسم بالله عرس عرس في البصره نقول لكم ان شاء الله واحده شو اللي تلقونه هنا بالبصره احنا بخير والله ما يقصرون والله ما والله ما تقصرون حبيبي واحنا حاضرين حبيبي نعم والله ونعم انا اليوم ونعم والله يرحم الله يسلمك على ابو حمد شكرا شكرا على الوسائل بكم نعم هاي ديرتكم والله ما تقصرون هلا هلا مرحبا شيش تشرف عندنا موهبه بصريه اي وقفونا مش يعني ما تروحون يعني حبيب شكرا والله على الراس أهلا شرفتونا حبيبي خلاص والله ما تخلص ما شاء الله هذا ندلدل على طيبه اي والله صحيح السلام عليكم الله يحييك حبيبي استريحوا تعالوا كلها استريحوا والله والله ما يعني مستحيل ما بي مثل اهل البصره خلاص ختموا اللعبه ما بي مستحيل الا تجون عندنا الا تشربون قهوه الا تقعدون يعني بالفعل شعب البصره اول على العالم في الكرم والله ما شاء الله عليهم السلام عليكم هلا بك هلا هلا بك زود حبيبي كل يعني وين يعجبكم احنا خدام ما تقصروا بالديوان مالنا ببيوتنا خدام والله يكون خاطركم الا طيب الله يسلمك حبيبي سالمين ان شاء الله الله يسلمك الله يجون شيء سلام حبيبي اقول لك ما تخلص انا ما قلت لك ما تخلص والله ما تخلص شوفوا حتى هنا شرطه المرور والحكومه يعني يعطون افضليه للضيوف تبع السيارات أفضلية للضيوف يقولون انتم مروا أول شيء أقسم بالله أجواء البصرة اللي فاتتوا فاتوا نص عمره كل العراق لازم تجون هنا أو كل العرب شوفوا هلا حبيبي حبيبي شكرا حبيبي والله شكرا أشكرك حبيبي يا هلا شوفوا الله يا سلام على النافورة الما جال البصره راح نص عمره قال خمس ايام صار لي خمس ايام انا عايش الاجواء هذه والله احلى اجواء بالعالم قسم بالله خمس ايام انا راح خلاص النوم ما عاد فيه كل يوم انا لا قلت لك ما في نوم الكرنيش ما احلى جدول والله احلى جدول لا الكرنيش لحاله يكفي بالبصره اي خلي ايوه اي هلا تازوشي سلامتك والله والله سلامتك شنو تحتاجوا سيارات ما سيارات انا خالد حبيبي ما تقصر حبيبي شكرا ما تقصرون يا هلا والله ما تخلص والله ما تقصر هاي عليه ضيافه زوج كريتيه البصره ونعم والله بعد هاي ضيافه اكيد حبيبي ونعم ونعم والله بس هاي مو حاجه هاي قهوه شوكليت يعني اي هاي تعيش تعيش سلامي. الله يسلمك الله يخليك البصره بصرتك حبيبي ما ورده ما محتاج شيء والله ما محتاج غير سلامتك ورده حبيبي شكرا خالد حبيبي السلام عليكم الله يخليك حياك والله حبيبي شكرا ايه تفضل يلا روح حبيبي هذا هذا ورد اي والله اوه لك ورد يعطي ورد يرحم والديك حبيبي ما قصرت شكرا على الهديه هاي هديه ها اي والله وما يبينا نصوره بعد ولا يبي يعني ما يريد حتى شهره مو مصور اي والله يرحم كرم يعني يقول لا تصوروني ذا حبيبي حبيبي البصره كلها ترحب كلها ترحب بينا بس عرفوا يعرفون انه هاي سياره غريبه مو عراقيه فالكل يرحب من اول لاخر الطريق السلام عليكم حبيبي الامانه والله العظيم انا كل الدول اللي فتلتن تعرفون انا ايش قد رحت على دول ويمكن يمكن باكرم من شعب البصره لكن اني ما شفت اكرم من شعب البصره شو تقول؟
ما تلقاها والله العظيم ما تلقون ابدا. احلى شعب، كريمين، الامان هين جدا عالي. اليوم يعني عرس في البصره.